بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. درس الجمعه لايف ستريم جديد. الحقيقه لايف ستريم النهارده كله بيدور حوالين كلمه واحده، صحتك النفسيه. الصحه النفسيه كلمه مهمه جدا في حياه الناس. انت سليم صحيا؟ انت سليم نفسيا؟ كتير جدا علماء النفس بيقولوا ان في ناس بيجي لها اكتئاب وهي مش عارفه ان عندها اكتئاب. والعجيب ان هما بيقولوا ان الرجاله بيصيبهم الاكتئاب الغير معروف اسبابه، او اللي هو مش عارف اسبابه وهم مش عارفين ان هما عندهم اكتئاب. مساله الصحه النفسيه انك متوازن، انك سليم، انك ما بين همك بشغلك وبالحياه اللي احنا عايشينها ومشاكل الحياه والاوضاع الماديه، وما بين انك عندك اسباب تجعلك سعيد، وما بين ان عندك حاجات تجعلك متوازن. مساله التوازن ده هو قمه الوصول للصحه النفسيه. ولعل كلمه امه وسطا مش بس في البعد عن التطرف، لا، امه وسطا كمان في توازنها النفسي وصحتها النفسيه. حلاوه ديننا انه ما سابلناش حاجه نقدر ان احنا نكون بيها متوازنين نفسيا وصحتنا النفسيه حلوه الا وامرنا بيها. الدين ده جميل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم سبش حاجة: ما من خير إلا ودللتكم عليه، وما من شر إلا ونهيتكم عنه. فمن ضمن ما علمنا النبي ثلاث أذكار، والثلاث أذكار دول العجيبة يا جماعة إنك لو قلتهم، بس المهم إنك مش بتقولهم مسألة لسان، يعني مش بتقولهم كلام بيطلع من البق، لا، أنت عايش معانيهم، أنت بتركز وأنت بتقولهم. الثلاث أذكار دول أنا برجوك إنك تحافظ عليهم كل يوم، لأن هم من أسباب صحتك النفسية، من أسباب توازنك النفسي، من أسباب إن هم يقللوا الضغوطات والهم والغم والحزن والمشاكل والأرق والقلق على المستقبل والتوتر. كل دي بدل الحبوب المنومة وبدل الحبوب المهدئة، نوع من الانسجام النفسي، نوع من الهدوء النفسي. ايه الثلاث أذكار دول اللي وصنا بيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذكر الأولاني هو حسبي الله ونعم الوكيل. الناس فاهمة ان حسبي الله ونعم الوكيل انك بتحاسبن على حد، لا، ده نوع من التوكيل. ده انت كأنك ماسك ورقة وبتمضي وبتقول وكلتك يا رب، وكلتك يا رب. ايوة، كأنك رحت الشهر العقاري وعملت توكيل، بس التوكيل مش لواحد من البشر، التوكيل لربنا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يعمل ايه لنفسك يا عم؟ ما هو مالك الملك. على فكره يا جماعه، ما جاش اسم الوكيل في القران الا ومعاه عظمه ربنا: رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. مالك الملك، امال هتتخذ مين وكيل؟ فكرة حسبي الله ونعم الوكيل فكرة لو بدأت تحسها، همومك قد كده ومشاكلك قد كده وعليك ضغوطات قد كده، والطلبة علينا مذاكرة قد كده وعلينا امتحانات قد كده وعلينا مخاوف قد كده، لكن حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. رميت همك، الشيلة التقيلة اللي كنت شايلها على كتفك، وكلتك يا رب. بس طبعا معناها انك تعمل اللي عليك، لكن الضغط النفسي، حسبي الله ونعم الوكيل، بتزيل الضغط النفسي. توكلت على الله. ايه المانع انك كل يوم 20 30 40 مره حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل؟ ده الذكر الاولاني اللي يحافظ على صحتك النفسيه. الذكر الثاني، على فكره يا جماعه، موضوع الاكتئاب ما عادش بيصيب الكبار بس، ده شاب عنده 17 سنه وعنده اكتئاب، دي بنت عندها 18 سنه وعندها اكتئاب، لان ضغوطات الحياه شديده جدا على الجميع، فبتعمل الضغط ده بيعمل اكتئاب. فانا بوصيك بثلاث اذكار تاني: واحد، حسبي الله ونعم الوكيل. اثنين، الذكر التاني: لا حول ولا قوه الا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوه الا بالله، كنز من كنوز الجنه. لا حول ولا قوه الا بالله دواء، دواء لايه؟ لمئة داء، ادناهم الهم والغم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى انت جزء من محافظتك النفسية: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله. لا حول عن المصائب ولا قوة على النجاح إلا بالله. لا حول عن المعوقات ولا قوة على الإنجاز إلا بالله. هو ده معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، كأن ده نوع تاني من إزالة الهم والغم وتقوية النفس. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه المانع أن 30 40 مرة في اليوم أو 50 مرة: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا، وذهنك مركز في الموضوع اللي غمك وهمك وانت بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الذكر الثالث والأخير: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة سيدنا يونس في أكتر مكان، في ضيق نفسي جوه بطن الحوت، في ظلمة الليل، في ظلمة المحيط، ثلاث ظلمات،
وفي وسطهم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. بس دي مش خصوصية دي لوحده، وكذلك ننجي المؤمنين بقية الآية. يبقى كل اللي يقولها موقنا بها حاسس بها ينجى من الغم. يبقى ثلاث حاجات، ثلاث أذكار للصحة النفسية: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وتفتكر إن مهما كنت في حالة ضيقة سيدنا يونس كان في أضيق منك، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ثلاث أذكار قلهم بقلبك، قلهم بإحساسك، قلهم بثقة في الله، قلهم بيقين في الله، قلهم وكلك كلك يقين في معنى الكلمات اللي بتقولها. السر مش في الكلمة، السر في أثر الكلمة ومعنى الكلمة في قلبك وثقتك في الله ويقينك في الله. ثلاث أذكار تحافظ على صحتك النفسية، تنجيك من الاكتئاب: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بوصيكم النهاردة في يوم الجمعة حافظ عليها طول الأسبوع، طول الشهر، طول السنة، ولو ربع ساعة كل يوم هتحافظ لك على صحتك النفسية. وصي بيها أولادك وبناتك تنجيهم من الاكتئاب. أشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.